السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم نتكلموا على صحفي وين كان ممنوع، يعني صحفي كان من جالية الكاميرونية وبعد ما خرج يعني وأصبح من المطبلين أصبح في مواقع التواصل بطل، يعني بقدرة قدر، يعني وهو نتكلم بين معطاوي ورفيق وحيد، يعني من عقله معطاوي وين كان الناس تسب فيه بأنه من جالية الكاميرونية، لكن يعني وين نقرا حسابات وعرف اللي لازم تطبل باش تولي بطل، كي تطبل تولي بطل عند بمباركة يعني أتباع الشيخ المدربين، نسموه شيخ المدربين. وين نشوفوا باللي اليوم قبل ندخلوا في الموضوع تاعنا، ماذا بكم اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، خاطش عليه وين سقط معطاوي وين قال باللي الجزائر لعبت دو ماتش برك باراج، وحنا عندنا يعني الادله باش نثبتوا له باللي الجزائر لعبت ربعه علي ماتش باراج، ربحت في زوج وخسرت في زوج. وين شاهدنا وين تكلم هو يعني قال باللي الجزائر لعبت دو ماتش زوج مباريات فاصلتين. بعد ندخلوا في الموضوع تاعنا، قال لعبنا مع في 89 مع مصر، عقلوا لها مليح، خسرنا 1-0، لعبنا الي روتور خسرنا 1-0، لعبنا ماتش دو باراج ثاني فانيك 2010 مع مصر وفزنا عليهم في ام درمان. هذا كي تسمى ديك المباراه، مباراه فاصله ماتش دو باراج، عارفوا بلي مباراة فاصلة كي غادي يسموها هذيك مباراة تاع 2010 كي يسموها. زيد وين قال وين لعبنا ماتش يعني كيما اللي لعبه المدرب هذا اللي خسر علي روتو، لعبنا مع بوركينا فاسو فانيك وربحنا في المباراة الفاصلة ماتش دو باراج. السيد معطاوي وين قال باللي الجزائر لعبت زوج خطرات ماتش دو باراج، لعبت 89 ولعبت في 2022، هذا ما كان قالك باللي كاين زوج، قالك وخسرناهم في زوج، قالك خسرنا امام مصر وخسرنا امام الكاميرون، قالك لعبنا دو ماتش دو باراج وخسرناهم، وعلاش راكم تنتقدوا في مدرب؟ لا راك غلط هذه يا خويا، تنجم تراجع حساباتك في هذا الامر، خاطر لعبنا 4 ماتش باراج، لعبنا 89 عقلها، لعبنا 2010 ربحناها، خاطر 89 لو كان تعرف كيفاش الحكم وين في تسجيل الهدف على العربي الهادي وين كانت كوفرو للغارديا، وكانت الاولى اورجو، كانت الاولى اورجو، خاطر اللي كنا صرنا لعبت لورجو والاربيت قال لهم جيوي عاودوا رجعوا، روتري دخل في الغارديا كان غادي كتله، يعني الاصابه للان عنده الحارس الهادي العربي. وزيد وين كانت عندنا بيناتي يعني واضحه ما طهناش الاربيت التونسي انذاك، التونسي اللي ربي يخلص فيه ان شاء الله بربي، ما نسمحولوش نتحاسبوا عليها ان شاء الله، انا كمناصر ما غاديش نسمح له. وزيد لعبنا ماتش دو باراج 2010 هزاوج ربحناه وروحنا كوب دي موند، لا مي كانوا رجاله كي يكونوا كاين رجاله، لعبنا امام بوركينا فاسو فين كانوا رجاله ربحناه، 2022 خسرنا زوج وربحنا زوج، لي ماتش دو باراج ما لعبناش زوج، يا سيد المعطاوي، عاود حوس، نقول لك عاود حوس، هذه اللي نقولها لك عاود حوس. المهم احنا ضروك نعاودوا نولوا الموضوع تاعنا وهو رفيق وحيد معطاوي، وين اجتمع في النقد او الدفاع عن المدرب، فيهم من يحمل على الاكتاف والمواقع التواصل الاجتماعي واصبح بطل، يعني والثاني يسب يعني واصبح منبوذ هاته المواقع، مع العلم يعني كلامهم اصبح راي، كلامهم حر، يعني كاع كلامهم واحد، كل واحد حر في كلامه. معطاوي اختار ان يكون في صف المطبلين بعدما تاب وخرج من قوقعة الجالية الكاميرونية، بعد ما كانوا نعقل مليح
يعني هذاك المخنث هذاك بو لحيه هذاك بو كلبه نعقل هذيك العاهره وي كانت تعاير وقالت له انت يا قالت له انت يا ما تعرفش وانت منا وشعرك وجبت له على شعره باللي تاع بكري وجبت له منا وقاعدين قاعدين يتهم يعني واحد الصوالح يهضروا المهم يعني يحوسوا يوسخوه بكل طرق. هو كان ذكي عرف كيفاش يخرج من قوقعه تاع نقولوا باللي وين راح للصف المطبلين بعدما تاب وخرج من قوقعة الجالية الكاميرونية، وهذا ليس ببعيد فتحول بقدرة قدر من مكروه إلى محبوب الأول في هذه المواقع. سبحان الله مغير الأحوال ببركة الشيخ المدربين اللي راه دروك. أما رفيق فقد اختار مواصلة مساره في رفع راية الإعلامي والصحافي وقول ما يجول في خاطره ولا يخاف في ذلك لو لمت يعني اللمة، وهذه جرأة قد يعني وإن قلت في وقتنا. ويعلم الجميع حال من ينتقد هذا المدرب، يعني نعرفه احنا احنا كي نبداو نحضروا رانا عارفين باللي كاين ناس يقول لك انت ياك انت عادو انت تكره ليكيب ناسيونال انتوما اللي بعتوا الماتش درنا قوطي 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 تاع طوماطيش سقدناه من الفوق ايا درنا دراهم لمينا دراهم باش نعطوهم القسامه باش نعطوهم القسامه خسرنا في 10 ثواني التاليه خاطش علاه جا حسين جناد دار توش رفيق واحد ضربها براسو حطها وبالشيخ مركاه لا كي تبقى هذه صابوكم شويه فايقين وما كانوا غادي يقولوها لكم يقول لكم ها شكون اللي دارتوش وها شكون اللي ضربها براسو وها شكون اللي مركاها كانوا على بالك صابوكم غير شويه حشموا معقولكم حشموا معقولكم انا نقول لكم يعني ونقولوا باللي وفي وقت كثر فيه الشياطين على وزن الشياطين مرفوقه ليست بالعجيبات فالتشابهات اسماءهم وكذلك افعالهم. المهم من كل هذا من هذا يعني راينا وان يختلفان لفكر او قناعه صاحبهم، لكن المفارقه انك تتقبل ما ياتي على هواك، فما غير ذلك فالتقييم عليه وان تقيم عليه الحد وفي الاخير يستند بما قاله يعني قلناها ونعاودوها. الناس هذو يعني من لو كان ينوض الصباح يدير فيديو في الليل ينوض الصباح يسيب لي كومونتير قاعدة المدرب يعاود يدير فيديو يقول ما تقلقش يسيب لي اي هما اللي ولا ينوضوا وانا عقلوا عليها مليح راني نقول لكم عقلوا عليها مليح شو هذو لما يقول لك حنا مع حنا مع المدرب خاطش حنا نعقلوا لهم اللي خسرنا مع كوتيفوار خرج ذاك المخنث قال لهم كيما الناس اللي يقول لك احنا كنا شيتوا المدرب انا من بكري قال لهم انا طايح على المدرب هذا انا ما شيتلوش انا طايح عليه خرج هذاك اللي يغسل الكلاب شنو قال لهم قال لهم لا قال لهم قال لهم شكون اللي قال لكم بلي احنا كنا مع المدرب احنا كنا نقولوا له التجديد ولازم ضخ دماء وما كاش خط احمر هما كانوا يقول لك ما كاش اللي يهدر بعد مشاوها من بعد طحنا وبعدهم يمشوا فيها وبعد من بعد كيسيبوا اصحاب العقول البريئه يعني يفيقوا يعرفوا كيفاش يخرجوا كيما كانوا يقولوا لكم باللي الماتش يتعاود ومن بعد عاودوا طاحوا على باش يطاحوا على الصحافه وقال لك جاليه كاميرون انتوما شكون انتوما جاليه تاع مسيلمه الكذاب انتوما هما الذريه تاع مسيلمه الكذاب هذه اللي ندخلكم لها في رسالكم. المهم الحق كان مع الناس تاع الحق اللي قال لك باللي الماتش ما يتعاودش روح تربح روح قلي البيتشاك روح كل البيتشاك هذه هي هذه على صحافي من وصحافي من ناس كاين اللي يعرفوا كيفاش يخدموا هذه هي ناس عرفوا كيفاش يعرفوا يعني عندهم اللي يديروا سونديرز يعرفوا كيفاش ايفيتي ويروح يلبس عبايه تاع كلنا ناس راهي كلنا البس عبايه تاع كلنا هذه بالتالي وكاين اللي ما يرضاش كاين اللي ما يرضاش بالذل كاين اللي ما يرضاش بالذل هذه هي. المهم احنا رانا في كلمه الحق وما من بعد تبان شكون اللي عنده الحق وشكون. بلا ما تنساو اعطونا جيم
كومنتير وبارطاجونا الفيديو باش ديما نقعدوا معكم بجديد، وربي يحفظكم. سعيد وخاوتي.